السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد بوزان في فيديو جديد. في الحقيقة اليوم في خبر غريب عجيب من نوعه شوي. المستشارة الألمانية بعد خروجها من القمة الأوروبية أعلنت عن حصولها على موافقة 14 دولة على إعادة قبول اللاجئين المسجلين في أراضيها. يعني عادة المفروض اللاجئ لما بيصل لدولة يتسجل فيها، حتى لو أجا لألمانيا بعدين لاحقا يتم إعادته إلى هذه الدول طبقا لاتفاقية دبلن، وقلنا أنه هذا الشيء كان ما بيتطبق بنسبة كبيرة، قريت بعض النسب أنا بنسبة 15% فقط. والمستشارة الألمانية أعلنت عن هذا الشيء كانتصار حصولها على موافقة الدول بإعادة استقبال اللاجئين اللي تم تسجيلهم بالأصل في أراضيها. الفكرة أنه اليوم في دولتين كذبوا المستشارة الألمانية وأعلنوا أنه هذا الشيء ما تم أبداً. اليوم الصبح الدولة الأولى اللي كذبت الخبر هي دولة التشيك، واليوم هلأ مساءً الدولة الثانية اللي كذبت الخبر هي دولة هنغاريا. إذن هالدولتين هن كمان من الدول اللي أعلنوا هلأ أنه لا، نحن ما أعطينا للمستشارة الألمانية أي موافقة أو قبول بهذا الشأن، علما أنه المستشارة الألمانية احتفلت بوجود هذا الشيء، وخاصة دول أوروبا الشرقية مثل بولونيا، التشيك، المجر، النمسا. إذن هالدول كان المفروض كمان تقبل بإعادة اللاجئين إليها فيما لو تم تسجيلهم في أراضيها. المستشارة الألمانية الواضح أنه هي راضية جدا عن القمة الأوروبية ونتائجها، ظل أنه تقنع شريكة في الائتلاف الحاكم رئيس حزب الـ CSU بهذا الشيء، والأيام القادمة رح تبين إن كان هذا الشيء كافي لتصمد الحكومة في ألمانيا. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.